السلام عليكم، تحياتي. يعني ندعو شي شوية ونركزو. يعني هاد الناس هادو بغاونا نديرو ردات الفعل ونديرو شي حاجة فيها التهور. حنا ما غاديش نديرو التهور وما غاديش نديرو ديك ردات الفعل، ان هادو سياسة خبيثة باش كيديرو معنا. غادي نفعلو، غادي نتابعو 4 ايام جالتنا في الاسبوع المقبل، غادي نخدموها، غادي نديرو فيها الإضراب، والأسبوع المقبل نعاودو نديرو 4 أيام أخرى، والأسبوع المقبل نعاودو نديرو 4 أيام ولا 5 أيام أخرى. والصلاة على النبي، هو العام تسالى، هو سنة بيضاء. إلا دخل يناير وما كاين والو، راه سنة بيضاء هاديك. قول لهم يفكوا هاديك الساعة ويشوفوا التكلفة ديالها بشحال. هما داروا هاد المسرحية هادي دابا باش يخليونا نفعلو. أنا في الصراحة طلع انفعلت، ولكن عاودت تبرد شويه وزكيت وعرفت بانهم ذئاب، وبانهم يعني بغاونا نديروش التصرف اللي غادي يرجع علينا ورجعونا الاقسام بالزز، لان عندنا الات قمعيه غادي تتحرك. حنا ما غاديش نصاوب لهم، غادي نمشيو بهدوء بالايام ديالنا ديال الاضراب، واللي بغات توقع توقع، مره جهويه، مره اقليميه، مره قطبيه، مره وطنيه، وهكاك غادي حتى وكان تو كان يرزق ليهم هما. حنا الاضراب راه حنا غاديين في وصلنا 4 ايام، ولا ما غاديش نرجعوا للور 3 ايام، حنا غاديين ب 4 ايام دابا ويفكوها ولا يقعدوا. حنا راه ما راجعينش للور، ما تسحبش النظام الاساسي، ما تدمجوش المتعاقدين، نفرض عليهم التعاقد، ما تعطينا الاثار الرجعي المالي والاداري من 26 تفعيل 26 ابريل 2011 المقصيين، ما تدمجوا اصحاب الزنزانه 10 ادماج صريح، ما عطاو للضحايا داكشي اللي خصهم، جاو داروا الفتات وبيرشيو المجموعات، وعطاو الاطر ما هي كاع ماشي تاعت القسم، ماشي هي اللي دايره الاضراب. قول لهذوك الاخرين اللي عطاهم هاد التوجيه الاطخي، قول لهم يديروا الاضراب وشوفوا شنو هذا، والو لا شيء، لا تاثير لهم. عندنا بهدوء شوي علينا، نطبقوا البرنامج النضالي ديالنا ونشوفوا كيفاش سبل توحيد النضالات، يعني توحيد النضالات ميدانيا. والصلاة على النبي، وقت ما رزق لهم تا يبغيو عاوتاني عاودوا يجتمعوا تاني وعاودوا يديروا اللي عجبهم. المهم هرس الصفوف وما يدخلوش بيناتنا، وهذا الشيء اللي كاين. مزيدا من الهدوء، مزيدا يعني هاد الفتره هادي اكثر فتره كتبغي شويه ديال الهدوء والتفكير بشويه، ما نديروش شي انفعال ولا شي ردات فعل تكون خايبه. المهم الميدان بيننا، التعبئه ان شاء الله الرحمن الرحيم لانجاح المحطات المقبله ان شاء الله، والجواب ديالنا غادي يكون ميداني. تحياتي لكم.